اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، وحلقه جديده من برنامج اسال مع مير، او حلقه جميله جدا جدا مع الجميله مادلين ماتا من بنسلفانيا، وهي متخصصه في الانشورنس من شركه ستيت فارم. اهلا بيكي يا مادلين. اهلا يا ميرا، ازيك؟ دايما متالقه وجميله ومنورانا. الله يخليك يا حبيبتي، انت الجميله وبروجراماتكم كلها جميله والواحد بالسيف ساعات بصل لثلاثة واربعة الصبح اتفرج عليكم حبيبتي، احنا متشكرين بتوقيت جدا. بنسلفانيا. ميرسي ليكي خالص يا مادلين، انا دايما يوفقكم دايما يا رب. وانتي معانا دايما، وربنا يوفقنا ويوفقك. تعيش حبيبتي، تعيش. استاذه مادلين طبعا هي خبره كبيره جدا جدا مع ستيت فارم، وهي متخصصه في الانشورنس في بنسلفانيا واوهايو، وبتعملي كل طبعا الكار انشورنس، هوم انشورنس، لايف انشورنس، مظبوط؟ لايف انشورنس اول اوفر امريكا، اي لايف بلد في انشورنس. امريكا ممكن نعمل اللايف انشورنس فيها. اوكي. الكار انشورنس بعملها في اوهايو وبنسلفانيا مظبوط. طب عشان انا على البوردر، احنا الاوفيس بتاعنا على البوردر بتاع اوهايو بنسلفانيا، بس باخد كل اوهايو بيكلموني بالتليفون، وحتى كل بنسلفانيا بيكلموني بالتليفون، وبنتقل بنتواصل بالإيميلات. طيب حلو قوي مادلين، يعني كل اي حد في اي ولايه هيتفرج النهارده ويسمع لايف انشورنس، ممكن مدام مادلين هتكلموها وتقدر تساعدكم. وعايزين في الاول يا مدام مادلين، عايزين ناخد رقم تليفونك نكتبه عندنا هنا. شور. اتفضلي. أنا عندي 5 خطوط. ايوه، عايزين الخط هديكي اللي واحد تردي عليه. عشان انه كله بيروح على التاني. اوكي. One number is 724-652-1620. كام؟ معلش آخر أربعة. 1620-1320. اوكي بيرفكت. عيدها تاني، 724-652-1320. ومن ده بتحول، يعني أي حد يتكلم الخطوط بتروح من خط لخط لخط، فبنرد كلنا. طيب حلو قوي. احنا جالي سؤال حلو جدا جدا، بس قبل السؤال ده عايزه اقول للساده المشاهدين، عشان انا سي سات عامله اب حلو قوي لسي سات، وطبعا انا بشكرك لان انت برضو عندك، فانا عايزه اقول لهم ان احنا نخش على الاب ستور والاب شكله كده، نكتب سي سات بيطلع لنا حاجه زرقاء كده بنعملها داونلود، وبعدين لايف ستريم. لو انا عملت كده لايف ستريم مثلا دلوقتي، هتلاقوني انا دلوقتي ومدام مادلين على اللايف ستريم، وهوريكم تاني شكل الاب اهو. سي سات موجود على الاب ستور، يعني انت ممكن وانت في تليفونك او في الايباد بتاعك او في اي مكان يبقى تتفرج على الحلقه من على التليفون. ثانك يو سو ماتش لاداره سي سات، لان انك تعمل اب اتس نوت ايزي، اتس ا لوت اوف ورك، فشكرا جدا. وميرسي كمان يا مدام مادلين لان انت قلتي لي النهارده انك بتتفرجي عليه وفكرتيني بيه. بعد بالليل بتفرج، بقعد كده ريلاكس خالص على السرير، واحط التليفون، انا عندي ايفون فبحط التليفون وبتجيلي كوبتكسات على الاي لوجوس، فاللي عنده ايفون يقدر داونلود اي لوجوس. وبعدين في منظر كنيسه بصلبان حلو عليها لايف ستريم، وتجيله كذا محطه الحقيقه، في لوجوس تي في، في سي سات، في سي تي في، في كارما، في كل المحطات طبعا، كل المحطات كل القنوات جميلة. واحنا بنشكرك ان انت متواجدة. كنت بقول لابن مدام مادلين على ال هو ال البيج بتاعتنا على الايفون، فبيقول لي ايه ده انتوا واخدين 5 ستارز، فقلت له لان مدام مادلين معانا لازم نكون 5 ستارز. الله يخليك يا حبيبي. طيب استاذه مادلين، احنا قبل ما نتكلم على انواع الانشورنس اللي احنا اتكلمنا عليها، في دلوقتي سؤال مهم قوي قوي جالي، بنوته من تينيسي بتقول انا نفسي قوي اشتغل في الانشورنس، بس انا مش عارفه انا رايحه فين، مش فاهمه حاجه، فممكن تقول لنا لو انت عايز، لو اي حد فينا عايز يشتغل في الانشورنس، ايه الاكسبكتيشنز؟ اولا الانشورنس ما ناخدوش على ان احنا وي ار سيلينج، لان احنا مور وي ار بنعلم الناس What is an insurance؟ أنا مش عارفة هي عايزاني أتكلم إنجلش ولا عربي، خلينا يعني نتكلم عربي، عايزين نعرف ال challenges وال expectation and how we do it يعني. It is a lot of work.
طبعا it is a lot of learning, it is a lot of training all the time. يعني ما فيش شهر بيعدي إلا ما بيبقى فيه trainings must be accomplished. لأنه الحاجات بتتغير وفي نفس الوقت لازم تبقي up to date في كل البروجرامز اللي عندنا بتتغير all the time. ولازم يبقى عندك outgoing personality إن أنت you might you know hear yes, you might hear no, don't يعني don't take it personal. كل واحد حر يقرر اللي هو عايزه. بس طبعا أنا لما أبقى كويسة وهريح البوليسي هولدرز هيقولي easier. ودايما نو اسك فور ريفيرال. يعني احنا بنخسر بوك اوف بزنس وبنكسب بوك اوف بزنس ولازم نعوض اللي بنخسره ونزود على اللي عندنا. فباستمرار وي هاف تو اسك يو نو كان اي هيلب يو كان اي جيف يو فري كوت. تبتدي ازاي؟ تبتدي اولا لو اخليها تكلمني اذا هي عايزه تبقى مع ستيت فارم انا ما عنديش اي مانع اوصلها للستيت فارم. في اولا في الاول بتبتدي بيعملوا لها باك جراوند تشيك بيدوها اسئله يشوفوا هل هي هتبقى سكسسفول في البوزيشن ده ولا لا. وفي نفس الوقت اذا كله عدى كويس هتبتدي تذاكر بقى في لايسنسز. في اولا اللايف انشورنس لايسنس بروجرام وده بتعمله اونلاين. في يعني زي كابلان بيدي اللايسنس بيدي البروجرام اللي بيخليكي تاخدي الامتحان. وبعدين في اف اكس اكزام ده انذر بروجرام اكزام اف اكس ام سوري. وفي كذا حاجة يعني حسب الشركة اللي هي تشتغل فيها هيقولوا لها ايه البروجرامات اللي هم بيرتاحوا فيها. فبتاخد اللايف وبتاخد البروبرتي اند كاجوالتي. البروبرتي اند كاجوالتي اللي هي عبارة عن الكار انشورنس الهوم اونر انشورنس البزنس انشورنس البوت انشورنس الموتور سايكل انشورنس كل الحاجات دي. وبعدين هتاخد بقى هتبتدي تعمل الميوتشوال فاند لايسنس وهي سيريز 6 و63 و65. وطبعا في تريننجز اول ذا تايم لانه بتتعامل مع الناس كونستنتلي والشركه عايزه تعمل تتاكد ان هي اتس ان كومبلاينت وذ اول ذا ريكويرمنتس. طيب ده يعني اديت لها كل الانفورميشن. بشكرك جدا استاذة مادلين. طيب استاذة مادلين يعني من الاول كده ما تضيعش وقتها لو هي مش اجريسيف يعني بالمعنى الحلو مش اجريسيف بالمعنى الوحش. يعني she can't be if she is shy. ما ينفعش. يعني تبقى اوت جوينج تروح حفلات او تروح مؤتمرات كده. وبعدين احنا معظم المصريين عندنا اوت جوينج بيرسوناليتي مش بنخاف من حد. لا ده حقيقي فعلا بنحترم. بس يعني غايته هيقولوا لها ايه يس او نو نو اوكي خلاص انتوا حرين. بس هي لما يبقى هي الاونلي تشالنج بتاعت الشغلانه بتاعتنا is finding quality people to work for us. للاسف الجيل الجديد I'm sorry ان انا اقولها they take things for granted. ما فيش commitment. That's the only challenge اللي موجودة. فعشان كده دايما انا hire more than what I need عشان خاطر البوليسي هولدرز يعني ناخد بالنا كويس من البوليسي هولدر ونلبي لهم كل طلباتهم. ده حقيقي ده حقيقي. بس هو ككارير هو حلو قوي تقدر تعمل تفتح بيت مش بتشتغلي يعني انت اكتر يور ذا اونر اوف ذا بزنس. مش بتكلف كتير يا استاذه مادلين الموضوع ده؟ شوفي هقول لك في شركات يو هاف تو باي البيزنس. مع ستيت فارم يو دونت هاف تو باي ذا بزنس بس الاكونت از ملك ستيت فارم. فيعني ساعات بيبقى البيزنس 200 ألف 150 ألف 300 ألف نص مليون
whatever. You know, it's not cheap. زي اول ستيت بيبيعوا البيزنس نيشن وايد، بيبيعوا البيزنس. ستيت فارم انت مؤهلاتك هي اللي بتخليكي to be able to get the business. وبعدين بيدوكي ريتايرمنت بعد ما بتسيبي يعني في الاخر، فده بيساعد طبعا. طب احنا بنشكرك. انما البوليسي هولدر ملك ستيت فارم. اوكي، طب انا بشكرك على المعلومات القيمة دي، ونتمنى أي حد رقم أستاذة مادلين هينزل قدامكم على الشاشة 919 ده بتاع الشانل هنا، لو عايزين تكلمونا أو تسيبوا لنا الأسئلة على الفيسبوك، لكن 724-652-1320 الدايركت نمبر بتاع أستاذة مادلين. أو إحنا بنشكرك على كل يعني في ناس كتير بتكلمك وبترجع تكلمنا بتشكرنا، فإحنا بنشكرك علشان دايما عندك صبر. ميرسي. طب استاذه مادلين، انا عايزه احنا هنتكلم على الكار انشورنس، هوم اونر انشورنس، واللايف انشورنس، فخلينا نبتدي بالكار انشورنس لانها اكتر حاجه. وانت بتقولي ان في حاجه كمان اسمها موتوسيكلات، انا اول مره اسمع عن الموتور انشورنس. سايكلز والبوتس والتريلرز والحاجات دي كلها. طب احنا عمرنا ما اتكلمنا على حاجه زي كده، ممكن تدينا كده بريف يعني انفورميشن عن الحاجات دي؟ ولا اللي انا عايزه اقوله، رجاء 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 ما تخلوش الكار انشورنس بتاعكم يلابس. ليه؟ يعني ايه يلابس؟ لو تشتري تاني هيبقى فيري اكسبنسيف. قصدك ان هو المده تقطع من غير ما تجدد، صح؟ يعني مثلا جات لي كيس نقله من اوهايو وسكنت في بنسلفانيا، بس قعدت شهرين من غير تامين. لا تتخيل، تو كارز كانوا بيكلفوا فوق ال $500 في الشهر. كتير. انا عملت تويجن كده ما اعرفش ازاي، بحيث ان انا قلته لها ل 300. ايوه، قلت لها هنجرب شو الكمباني هتقبله ولا لا. قلت لها ليت اس كروس اور فينجر، لاكلي اتقبل. ازاي بقى؟ لان بتحصل كتير. برضه ال $300 في الشهر كتيرة على العربيات. ايوه، you know؟ يعني ليه؟ لأن هي قعدت من غير انشورنس فور 2 مانثس. الناس ما بتاخدش بالها، حصلت هنا مع كذا حد. ما بتاخدش بالها، يعني دايما افتكروا امتى الكار انشورنس بيتجدد عشان تدفعوا الكار انشورنس. مظبوط، دي من الحاجات الأولويات اللي هنا. كمان واحنا بنختار انشورنس كومباني از فيري امبورتنت ان احنا نبص، طب اوكي هندفع الشهري، بس ساعات الانشورنس كومباني بتديكي فيري هاي سيرفيس تشارج كل شهر. يوجوالي 7 دولار؟ نعم. يوجوالي 7 دولار اكسترا؟ نو، ستيت فارم $1. هاو ماتش؟ $1. $1؟ واو. $1 طبعا، $7 is a lot. عمري ما سمعت عن ال $1 ده. $7 times 12 $84 extra a year على العرب، على الاكونت. يا مظبوط. لا، هو عندنا هنا يوجوالي بياخدوا $7. Yeah، بس ستيت فارم is the same everywhere. اوكي. It's only $1 فدي another discount بتاخديه. Of course. كمان كنت عايزه اقول يعني ما تخلوها، لاحظوا الكريدت بتاعكم. الانشورنس دلوقتي مش بس انشورنس، استايد مع الكريدت. فلو احنا الكريدت بتاعنا كويس هيأثر في سعر الانشورنس اللي بندفعه. لو دبل هوم اونر والكار انشورنس، مش بس الهوم اونر، الكريدت بتاعنا نحافظ جدا 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 عليه. للاسف انه بيأثر في التأمين. يعني مثلا بيأثر على كل حاجة. انا two houses identical next to each other. ايوه. تخيلي انه واحد ممكن يبقى اعلى من التاني مثلا ب $300-400 في السنة، وممكن اكتر. ليه؟ لأن الكريدت بتاع العيلة دي غير الكريدت بتاع العيلة دي. ويقولوا لي لا، ده احنا نفس البيت، اشمعنى هما بيدفعوا أقل من كده؟ بقول لهم كل واحد حسب الكريدت بتاعه. للأسف
انا شخصيا to be honest with you I don't approve of the credit idea بس I have nothing to do with it. أيوه. بناخد الدرايفر لايسنس والسوشيال سكيورتي نمبر وال وندخل الانفورميشن وده كله يعني حاولوا ان انتوا تو باي اون تايم عشان ما ياثرش في الكريدت بتاع الواحد. مظبوط، ده مهم جدا جدا لانها بتاثر في حاجات كتير جدا مش انشورنس بس. طيب طيب دي بالنسبه للكار انشورنس. اوكي. كمان التنقل من كمباني لكمباني لكمباني بسرعه از نوت جود الا لو انت مش مبسوط من السيرفيس مع اوف ذا كمباني يو ار ويذ. ليه؟ لان انت بتبني اكسيدنت فري ديسكاونت. معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي اكسيدنت، لو انا لونج تايم مع الكمباني دي في بريك، لو انا شورت تايم مع الكمباني دي مفيش بريك. وبرضه بيأثر على كريدت. يس مظبوط. وبعدين النقطة اللي very important اللي أنا عايزة أقولها، when I choose an insurance company لازم I choose a good agent. Your insurance يقول لك دايما إيه؟ Your insurance as good as your agent. If you don't يعني النهاردة لو أنا بكلم company وأنا ما يعرفونيش من آدم، you know أنا a number عندهم. No way they'll go out of their way to make me happy. It's whatever it is, خلاص, that's it. فكون ان انا يبقى عندي insurance agent cares for me, advise me ايه اللي انا اعمله، ايه اللي لصالحي قبل اي شيء، وايه اللي يقدر يخدمني فيه، ده مهم جدا. يعني النهارده جات لي مكالمه قبل ما امشي. الساعة كانت 5 إلا دقيقتين بتوقيتنا، فبتقول لي التلاجة ورا في سرسوب مية نزل غرق الأرض كلها، بوظ الهاردوود فلور، بوظ البيسبورد، نزل على البيسمنت، بوظ المش الدراي وول. يا نهاري. قلت لها لا على طول طبعا، اديتها الاوكي ان هي تجيب حد يوقف الليك ده immediately. وفي نفس الوقت قلت لها اديني استمت، عايزه اعرف اذا كانت الاستمت دي هتبقى اقل او اولموست الديدكتبل بتاعها ولا اعلى حاجه بسيطه. وقلت لها كلميني وادي السلفون بتاعي حتى لو الميدل اوف ذا ويك عشان ابقى معاكي متبع. مين النهارده الايجنت اللي بيقول لك كلمني في السلفون اون ذا ويكند؟ مش هتلاقي حد الا لو حد فعلا caring for you ان هو يستقبل المكالمه in the middle of the week in the middle of the weekend. بس انا عايزه اتابع معاها لان هي يعني يهمني مصلحتها، يهمني ان انا اريحها. مظبوط. فقلت لها هاتي لي الاستمت وكلميني وانا اقول لك ايه اللي هنعمله. لو الاستمت اعلى كتير من الديدكتبل طبعا هنحط الكليم. لو الاستمت اقل من الديدكتبل لا مش هنحط كليم ومش هحط كليم على الريكورد بتاعها. ولو الاستمت اعلى حاجه بسيطه من الديدكتبل هقول لها انا لو مكانك مش هحط الكليم. طيب هو الكليم فعلا حتى لو هو حاجه مش بايديها بيغلي فعلا انشورنس؟ It's a claim on the record. ده لما يبقى زيرو بيبقى claim on the record. It's counted one claim حتى لو الشركة مش هتدفع حاجة. عشان okay. كده بقول دايما ندرس. مهمة قوي قوي ان انا اتكلم مع حد يفيدني، مش مجرد ان انا اتكلم بالكليم يتحط الكليم على طول وخلاص. لا، لانه ساعات بيبقى اقل من الديدكتبل فالشركة ما دفعتش اي حاجة بس it's a claim on the record. ايوه فهمك. يعني خلينا حريصين بنكلم الايجنت. انت هتروحي ال 800 نمبر من غير ايجنت يفيدك ويرد عليك؟ وانا معلمه الاستاف بتاعي كله كده انه
do not put any claims on anybody's record unless we study it every single claim. برافو عليك شاطرة يا أستاذة مادة. أنا بقول لأن يعني ساعات companies بمجرد إن أنت عندك one or two claims goodbye cancel. يا سلام. وبعد كده كل الشركات وبعدين التانية تروحي بقى لشركة تانية وانت عندك cancellation بقى غالية جدا. طبعا. فانا الناس بتصعب عليا، عشان كده بقول ساعات ما ننقلش انه مجرد او الشركة دي ارخص من الشركة دي، نبص للسيرفيس اللي بيجي لنا من الشركة بتاعتنا، ايوه من الايجنت بتاعنا. عشان كده دايما اقول your insurance is as good as your agent. طيب وبعد انا لما بستقبل مكالمه في الويك اند، انا مش خسرانه حاجه، انا ريحت حد، اي يعني ريحت حد وخدمت حد it's good for me. برافو عليك يا مد. طيب هو احنا معانا شوية أسئلة، وعايزة أقول للناس إن احنا هنجاوب، بس طبعا الكلام شيق جدا مع أستاذة مادلين، ويعني كلها معلومات ما اتكلمناش عليها قبل كده. يعني أنا عمري ما عرفت إن أنا مش غلطتي وأعمل كليم على البيت وده يتحسب عليا، فاحنا بنشكرك جدا، ويا ريت ناخد بالنا إذا كان الكليم ما يستاهلش يا جماعة، أو من الديدكتبل زي ما أستاذة مادلين قالت، ولا يستاهل وحاجة كبيرة ولازم الانشورنس يتدخل يعني. طيب هو احنا معانا كذا سؤال، منهم استاذ محمد بيقول انا عملت انشورنس من 6 شهور، والاسبوع اللي فات، انا عايزة بس اقرا، انا معايا انشورنس على السيارة منذ عام سوري 2006، وقبل اسبوع عملت حادث صغير وبلغت الانشورنس، اليوم ارسلوا لي رسالة انهم بيكنسلوا الانشورنس. ليه بيكنسلوا الانشورنس وهل ده حقهم ولا لا؟ من 2006 only one accident. هو بيقول كده استاذ محمد، لو انت عندك معلومات ما قلت لها لناش. محمد العقلي، لو انا بقول اسمك صح يا ريت تتكلم وتقول، هو متابع للبرنامج بصراحة، انا بشكرك جدا على المتابعة. خليه يكلمني في المكتب وانا اتكلم معاه more in details no problem. اوكي يوم الاثنين يكلمني في المكتب مظبوط. طيب واشوف منه يعني ايه ديتيلز. انا هو في اي ولاية؟ I'm not sure بس I think ان هو ميتشيجن او حاجة اوكي يعني، I'm not sure. بس استاذ محمد يا ريت تكلم استاذة مادلين على الرقم بتاعها اللي بيطلع على الشاشة وهي تقدر تساعدك. احنا مثلا ستيت فارم عمرها ما تكنسل من وان اكسيدنت نو اوكي واي، ومن 2006 يا هو غريب شوية بيقول يعني لك long time 13 سنة مع الكومباني one accident ده unusual very unusual. يا مظبوط. طيب انا بشكرك على يعني ان انت عايزة تكلميه شخصيا. قوي قوي عينيا ليه، انا اخدمه باي طريقه اقدر اودي له اي ادفايس عايزها. طبعا شكرا استاذة مادلين، وبعد اذنك ناخد مكالمة ونرجع لأسئلة الفيسبوك تاني. استاذ هاني اتفضل. مساء الخير يا ميرا، من فضلك انا الكريدت بتاعي وحش، لان يعني قولي انا داشة ودفعت الفلوس الكلام ده من حوالي 3 سنين وكل حاجة، بس قالوا لي الكريدت بتاعك وحش، كان فلوس ما اندفعت، انما اتدفعت فعلا. انا مش عارف اعمل ايه، انا ما يعني كمان من 3 سنين. طب عايز اقول حاجة، هل عندك كريدت كاردز مفتوحة؟ طب ما دي كلها بتروح تبع الكريدت. هقول لك حاجة، الكريدت كاردز دي كلها يعني مثلا لو عندك حاجة، ما أنا هدي بس اكزامبلز، مع سيرز ب 10,000، ومع بينيز ب 10,000، ومع كوف ميسيز ب 10,000، ومع سامز كلاب ب 10,000، دي كلها لونز مفتوحة. بس حتى استاذه مادلين وهو مش واخد منها فلوس او سايبها يعني It معلقه. doesn't matter, it's loans يقدر يسحبها في يوم. لا مش للدرجه دي، ده هو في بنك واحد بتاع كتير، والفلوس انا دفعتها. لا انا بتكلم كريدت كاردز. كريدت عندك كريدت كارد كتير؟ لا لا هو واحد. يعني انت دفعت الفلوس وهما بيقول لك انت ما دفعتش؟ بيقولوا لي انت الكريب بتاعك وحش عشان انت ما دفعتش سيد بنوان. انا دفعتها يعني. انا حضرتك يا فندم ما تروح تتكلم مع مدير البنك وتقول له انا دفعت، وتقول له دفعت في اليوم اللي هو كذا، ده المفروض تعمل كده. لا مش البنك، ده هو مش البنك،
لا يعني. انت جبت الكريدت ريبورت عن طريق ايه؟ كريدت كارما؟ طب كلمهم قول لهم اكلمهم. ليه، what can be done for my credit to improve. لا حاضر، يعني انا هم يعني قيموه على اي ما دام ده، يعني انا فكرت جهه معينه اللي بتحدد الفيديو ده حاجه حكوميه او حاجه. لا جاست اسالهم ايه اللي انا ممكن اعمله عشان احسن الكريدت بتاعي. طيب حد كيف استاذ انا هعمل يعني مش خسرانين حاجه، نكلمهم. انا كنت فاكره عندك كريدت كارز كتيره، لو عندك كريدت لا لا كارز خالص. كتيره دي كلها لونز مفتوحه في اي وقت ممكن تستعملها. لا خالص، ده هو يعني كريدت واحد، وانا اوريدي دفعت الفلوس دي للمستشفى، يعني فعلا اتاخرت فيها حوالي بتاع مثلا. المفروض الميديكال ما تاثرش في الكريدت. يوجوالي لو ما دفعش بتأثر، لأنهم يعني بينفورم هيم 1 and 2 and 3 times. بس شوية. مش الميديكال، أنا سمعت يا ميرا مش الميديكال، الميديكال بيمنتس does not affect الكريدت. Yeah, actually sometimes yes. لو راح لو راح لو بعتوه القاضي وهو ما دفعش الفلوس، أنا ما أعرفش بعتوك لقاضي ولا لأ. لا لا ما بعتش، دفعت اوريدي. طيب يعني عامة هي حاجة نتعلم منها يا أستاذ هاني، ويا ريت نلتزم يعني عارف لو بالبيمنتس. كانت ميديكال يا ميرا، لو حتى 10 دولار في الشهر أيوه forever حتى. بتحسن الكريدت. ده حقيقي. يا يا ريت بس ما نسيبش بعد كده أي حاجة مفتوحة. بشكرك يا أستاذ هاني. عندك أي سؤال في الإنشورنس يا فندم؟ لا يا أستاذ. أهلا بيك، شكرا، ميرسي على متابعتك، وميرسي يا أستاذة مادن على النصيحة. العام استاذه مادلين كان في سؤال جاي لي دلوقتي بيقول انا عايز احمي الدرايف واي بتاعي واحمي نفسي من اي مشاكل، ممكن حد يعدي يقول لك انا اتعورت وانا رينتر مش صاحب بيت، اعمل ايه؟ لا رينتر هقول لك حاجه، هو بس عليه يشتري الرينترز انشورنس، هو مش من حقه يعمل اي حاجه للدرايف واي لان ده مش ملكه. ايوه طبعا انتوا ما عندكوش سنو، كنت اقول السنو يتنضف على طول وكده. بس يعني كل المشاهدين اللي عندهم سنو واللي ما عندهمش سنو. طبعا السنو سواء اللاند لورد او المستاجر، المسؤوليه بتاعت المستاجر، لازم اللي عنده سنو في الدرايفوي يتاكد دايما انه ما فيش سنو، ما فيش ايس، انه اي حد ممكن يقع يتزحلق على الايس، بتحصل كتير جدا. انا لسه واحده في ماريلاند كانت ماشية وبوم اتزحلقت، وقعت كسرت رجليها 3 مسامير من الأيس. ف يعني الحاجات دي اللي لازم ناخد بالها، ما يبقاش في طوب، ما يبقاش في زلط، ما يبقاش في برانشز من شجر، يعني انه يبقى نظيف. بس غير كده وبعدين يشتري رينترز انشورنس، اتس فيري inexpensive، رخيصه جدا جدا، وبتدي ديسكاونت للعربيات لما بيبقى عنده العربيه والرينترز، والرينترز بتيجي معاها liability اللي هي بتغطي مسؤوليته، بتيجي ب 100,000 liability، ف فيري جود. وبتبقى رخيصه قوي في الشهر، انا عارفه ساعات بتبقى 10 دولار 15 دولار في الشهر، كلام في فارغ. السنة كلها بتبقى 80 90 دولار حاجة كده. طيب دي مهمة قوي برضو، يا ريت نخلي بالنا منها. طيب والأونر بقى بيعمل ايه في الحالة دي؟ الأونر بيأمن على البيلدينج، مش مسؤوليته يغطي الكونتنتس اللي جوه الشقق. هو بس بيغطي البيلدينج، والبيلدينج بيجي معاه مينيمم 300,000 لايبيليتي اوتوماتيكلي. يعني ده كفرج حلو، ممكن يبمبت ل 500، ممكن يبمبت لمليون، فحاجه هتغطيه كويس وبتيجي مع البوليس. بس دي مش الامبريلا صح؟ دي نعم. different than الامبريلا. لا الامبريلا حاجه تانية. الامبريلا ايه؟ الامبريلا ان انا عندي بيت بمتلكه وعندي 4 عربيات مثلا، فاشتري امبريلا هتغطي البيت والعربيات، ترفع من 100,000 liability لمليون.
فبالطريقة دي أنا غطيت البيت والعربيات لمليون، عشان لو أي حد يرفع عليا قضية أبقى أنا متغطية. مظبوط. وانتي قلتي مره انها مش غاليه خالص، كنت متخيله ان لا الامبريلا دي حاجه غاليه قوي. نو نو يعني نو مظبوط. طيب حلو قوي. قولي لي طب للبيت يعني كل البروفيشنال بيبل انا اي ادفايز ام ان هم يشتروا الامبريلا دي، لهم لازم عندهم بيزنس. دكاتره لويرز اي بروفيشنال. حلو قوي. طب قبل ما نخرج من موضوع الهوم اونرز، في ايه تاني ممكن نعمله للبيت من في الانشورنس على السرقه؟ طبعا الامبريلا. الجولر لو عندنا جولري نأمن عليها وحدها، يعني سواء الخاتم الألماس سواء يعني حاجات زي كده، أي جولري مش السلاسل بالصلبان وكده، دي يعني مش محتاجة الواحد يأمن عليها. أو إذا عايزين يزودوها، الذهب غالي دلوقتي بس حلو، لأنه لو حصل سرقة أو لو ضاع الفص وقع يبقى ما فيش حاجة هتغطيه إلا حاجة اسمها personal article policy. حتى لو وقع بره البيت، personal article حتى لو وقع بره البيت. حتى لو وقع بره البيت متغطي. أنا عندي واحدة قالت لي حلقي وقع والتاني موجود، بنغطيه ألماس. ايوه. طيب لو حصل possible مش غالي. لو حصل possible fraud في الموضوع ده، يعني طبعا كل الناس يعني أمينة لكن قليلين جدا، هيبان مش عارفه لو حطوا كذا كليمز يبقى في فراد. في fraud بيبقى عندكم بس اكيد هتثبت، fraud يعني مش department. هتثبت. يعني مفيش احسن من الأمانة ورب. طبعا الامانه، اصل الواحد مش يتعاقب على الارض، يتعاقب في السماء. ده حقيقي. طيب أستاذة مادلين، عايزين نروح دلوقتي لأهم جزء في الحلقة، وأهم جزء يعني بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير قوي، وهو اللايف انشورنس، ونبتدي من الأطفال الصغيرين. وزي ما اوكي، حضرتك قلتي اللايف اللايف انشورنس انشورنس في كل مكان، بس عشان في ناس كتير بتسأل على التليفون بتاع أستاذة مادلين، فأرجوكم نحطه تاني دلوقتي. هنا اقول لك تاني، موجود 724-652-1320، ده المكتب، ممكن تكلموها يوم الاثنين. طيب حضرتك اتفضلي، نبتدي من اطفال واللايف انشورنس واهميته للاطفال. اوكي، اللايف انشورنس رجاء 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 كل واحد يشتريها as soon as possible. بالنسبة للأطفال، ليه النهاردة أنا بجيبها للأطفال؟ أولاً كل ما بيبقى الواحد صغير كل سنة بتفرق في السعر، وهتفرق. يعني أنا النهاردة لو أنا بشتريها لواحد عنده 4 سنين 5 سنين مولود، كل ما هيبقى أصغر كل ما هتبقى أرخص، كل ما هتبني كاش فاليو أكتر، أرباح أكتر. وبعدين أنا دايماً أحط أوبشن على البوليسة بتاعت الأطفال. إيه هو الأوبشن ده؟ إن هو لو حصل أي بعد الشر أي ميديكال بروبلمز للأطفال، ما يمنعهمش من إن هم يزودوا البوليسة لغاية سن 40. يبقى إحنا لغاية سن 40 ممكن نزود البوليسة من غير اي ميديكال كويشن يتسال. بس طبعا فلوس هتزيد. طبعا هزود، يعني لما بشتري 25 غير 1000، غير لما بشتري 50000، غير لما بشتري 100000. ايوه وطبعا كل ما اشتري اكتر وهم صغيرين كل ما تبقى احسن. ده حقيقي. وبعدين اللي انا بعمله ببعت بروبوزل بالايميل، البوليسي هولدر يبص فيها، نبص فيهم مع بعض ونناقشوا مع بعض، واذا يقولوا لي اوكي بنكتب الابلكيشن، طيب حلو قوي. نشوف هم يقدروا يحبوا يدفعوا كام، وعلى اساس الانكم بتاعهم اللي هم يقدروا تو افورد بنعملها. يعني انا عملتها لكل اولاد ولادي، ربنا يديهم العمر كله، بس حاجه متعودين في الخارج هنا ان احنا نجيبها لاولادنا. دي مش معناها ان انا بتمنى لهم اي حاجه، طبعا لا يمكن بعد الشر.
اغلى على اغلى من الولد، ولد الولد زي ما بيقولوا. ده حقيقي. انما تبقى بوليسه في ايديهم، ما فيش حاجة تمنعهم من ان هم يشتروا. طب انا عايزه اعرف، انت تقولي بتبني كاش فاليو، امتى هاخدها ومين اللي ياخدها؟ يعني ينفع مثلا الاب اتزنق في سنه من السنين عايز يدخل ابنه طبعا. المدرسه؟ لانه الاب بيبقى الاونر، الاب او الام بيبقوا الاونر للبوليسة. يعني في فرق بين انشورد واونر. النهارده الطفل اللي هو انشورد، بس الاونر از البيرنتس. ده حقيقي. فالطفل مش هيقدر يعمل حاجه في البوليسه لغايه لما يجوا البيرنتس عند سن 21 سنه يقولوا اوكي انا ممكن ادي الاونر شيب لابني، او لا مش هدي الاونر شيب الا لما يخلص جامعه خالص، او الا لما يتجوز عشان ما يسحبش الفلوس من البوليسه. وكل ما البوليسه قعدت كل ما الفلوس هتكتر. وبعدين في ناس كتير بتتزنق، فتيجي مثلا عايزه $1000، ما فيش بنك هيديله $1000 على طول، فيقولي اكتب لهم الشيك واديهولهم يا على طول. على طول طبعا بفايده، الا لو في ديفيدنز. لو في ديفيدنز في البوليسه، الديفيدنز دي ممكن ياخدوها ما يرجعوهاش. انما لو هياخدوها اللون على البوليسه، اللون ده بيبقى بالانترست 5% بس بياخدوها على طول. طب خلينا في الديفيدنس، لان محدش عايز يحط فلوسه في حاجه ويرجع يستلفها تاني بالفايده. يعني كفكر مصري حاجه لو غريبه يا في استاذه مادلين. ديفيدنس في البوليسه، الديفيدنس بتاعته. طب يعني النهارده في ناس مثلا بوليسه بقى لها معايا 20 25 سنه، محتاج بقول لهم في ديفيدنس كفايه، ما تدفعوش البريميوم. ايه الديفيدنس ده لو سمحتي؟ نفسها ازاي ابني ديفيدنس؟ ويعني ايه ديفيدنس؟ ديفيدنس الأرباح بتاعت الشركة بتتوزع. كل ما الشركة بتبقى قوية وبتعرف تستثمر الفلوس بتاعتها، أيوة، كل ما هتدي أرباح أكتر. إذا كان يعني الأطفال أو big الكبار. farm very strong، فبتدي ديفيدنز عالية. وبعدين الديفيدنز يعني أرباح عالية. وبعدين الديفيدنز دي بتكبر ب 3.5 و4%، فعماله تبني عماله تبني. فين النهارده اي فلوس بتدي المبلغ ده كده فري؟ ايوه. طب you know؟ طب استاذه مادلين، فانا ممكن اخد الديفيدنس دي، اخد جزء منها، اخدها كلها. بس لو اخدها كلها يبقى انا لازم ادفع في البوليسه. انما لو مش هاخدها كلها، اخد جزء بسيط منها، او اخد الجزء يدفع البوليسه، فانا برضو هاخد ديفيدنس تاني. الديفيدنس هتكبر ب 3.5%، يبقى البوليسه ربت ارباح. طيب قولي لي دلوقتي، انت قلتي هديها له لما يروح المدرسه او يخش الجامعه او يتجوز، هيعمل بيها ايه بقى لما يتجوز؟ هيعمل بيها ايه؟ هيقدر إيه يسحب منها الفلوس دي؟ الديفيدنس ولا البوليسه؟ لا افرضي انا بقى ولد شويه عايز يتفسح او عايز يتجوز او عايز يدرس بره، ياخد الفلوس دي ازاي؟ ما الشركة تدفع له شيك. بالفلوس اللي هو بقى حوشها زائد الفوائد زائد كل حاجة. يا يا يا. اوكي. بس أنا ما بنصحش يقبض البوليسة كلها. تنصحي في ناس بإيه؟ بتقول لك أنا هقبضها كلها، هاخدها كلها، مش عايزة أسيب حاجة لأولادي. بس دايماً اللايف انشورنس بتنفع في إيه؟ نقول مثلاً زي في حالتي أنا النهاردة. لو أنا النهاردة ربنا اختارني. وانت بعد الشر عليكي يا حبيبتي، ما نستغناش عنك. دلوقتي انا عندي بيت وعندي مثلا استثمارات. لما انتقل هيبقى في ضريبه تركات. هيدفعوها من فين؟ ياخدوا من اللايف انشورنس بقى اللي هيقبضوها. يدفعوا ضريبه التركات، تبقى التركات بتاعتهم. يعني التركات anyway مش بتاعتهم غير لما يدفعوا. يعني مثلا عندي الاوفيس بيلدينج كبير، مبنى كبير، اوكي. النهارده لا، التركات مش بتاعتهم، الاوفيس بيلدينج ده باسمي انا. طب مش في تراست يا استاذه مادلين علشان خاطر المشاكل دي كلها تتحل؟ انا اما تحطي في تراست ما تقدريش، يبقى انت البيلدينج ده ملك التراست. جود ايديا. في ناس بتحط في تراست وفي ناس ما بتحبش التراست، لانه مجرد ان انت تحطي في التراست مالكيش فول كنترول على كل حاجه.
طب بيع وشراء بقى للأولاد مفيش غير كده. في مصر يقول لك ايه، بعد انتقالي ينقل هذا الورث الى ابني الكبير مثلا. احنا مش في مصر هنا، امريكا عايزه بارت اوف، يعني مفيش الكلام الستيت ده. عايزه بارت والفيدرال عايزه بارت. في مصر لغوا ضريبه التركات، هنا مفيش. هنا ما لغوهاش، في سام ستيت لغتها ايوه. زي ايه؟ فلوريدا، عشان كده ناس كتير قوي بتنقل فلوريدا، اها. ينقلوا كل حاجه معاهم، كل حاجه بتروح معاهم فلوريدا عشان ما فيش ضريبه تركات للستيت. ايوه. ديلاوير سمعت برضو ما فيش ضريبه تركات، مش عارفه الستيتس التانيه ايه يعني. يعني لازم بس لازم احسن والافضل، علشان ما تلاقيش ان البيوت بتاعتك او الورث بتاعك استثماراتك بتضيع، بيتروح، يبقى يكون في في لايف انشورنس لايف عشان انشورنس. تدفع الانهيرتنس تاكسز وتخلي الاملاك او الاستثمارات موجوده في العيله. ايوه فهمتك. طب دي برضو حاجه جديده ما اتكلمناش فيها قبل مهمه كده، انا جدا. بشكرك قوي. طبعا مهمه جدا، لان خساره الواحد يتعب يتعب سنين، ويبني ده صحيح. ويعمل حاجات ويبقى عايزها لاولاده وما تروحش لاولاده. حاجة معايا؟ غريبة جدا. ايوه ده حقيقي. فدي فايدة اللايف انشورنس، عشان كده بقول ما تقبضوش اللايف انشورنس بوليسي، سيبوها. طيب نشوف السيناريو ده بقى. ولد مامته وباباه كانوا عاملين له من هو بيبي انشورنس، فول لايف انشورنس، وبعدين الولد كبر على سن ال 25، قال لك لا انا عايز اخدهم، وانا هاخدهم واعمل واحده براند نيو من اول وجديد. ايه رايك طب في ما الموضوع غلط، ده؟ طب انت هتاخدها وتعمل من وان، ما هو very good question. هيكسب بقى كل الفلوس اللي حوشها في 25 سنه. ايوه بس هيشتريها اغلى كتير، ما هو يقول لك بقى حط لي 200 دولار. 25 سنة older. اها. يبقى مالها؟ انت عملت ايه؟ خد الديفيدنز من البوليصة، بس ما تلغيش البوليصة لانك مش هتجيبها بالسعر دون. مظبوط. طيب يبقى هل دي اكبر غلطة يعملها، طيب اكبر غلطة. طيب قولي لي، هل في بوليسة من غير ديفيدنس؟ لو الشركة مش قوية مش هتدي ديفيدنس. يعني انا عشان اقعد مع استاذه مادلين او اقعد مع اي حد بتاع انشورنس اقول له لو سمحت كلمني على الديفيدنس، اول كلمه اقولها له. وريني انت بتدي ديفيدنس ولا لا. A very good question. لان لو ما فيش ديفيدنس يبقى الشركة دايب. هقول لك حاجة، very good question. انا جات لي واحدة جديدة، فابتدت قالت، قلت لها يعني كنا بنتعرف على بعض وكده واتكلمنا على اللايف انشورنس، وجت اشترت اللايف انشورنس بتاعتك هي وجوزها من عندي. اوكي. وبعد كده بقول لها ايدي انا عندي بنتين وكده، قلت لها طب ما تيجي ابص في اللايف انشورنس بتاعته، فجابت لي البوليستين بتوع بناتها. يس انا كنت اغلى شويه من الشركه الثانيه، بس الفلوس اللي بتتعمل في البوليسه is much 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 higher، وما كانش فيه ديفيدنس من الشركه الثانيه. كنتي اغلى قد ايه يا استاذه مادلين تفتكري؟ 200 دولار في السنه للعيله، تقريبا 150 يعني مش لواحد كتير، كان يعني مش ستين بيج ديل. 200 دولار اتس ناثينج في بس السنه. كده يعني، متهيألي كانت 20 يعني مش اكتر من 20 200 دولار في الشهر. لواحد للكبيره في السنه. اي بس وريتها الفرق بقى في الكاش فاليو والديفيدنز والبوليسه بتكبر ازاي. فقلت لها يعني الديسيجن بتاعك انت، ادي دي بتاعتك وادي دي بتاعتنا في ستيت فارم. قلت لي لا طبعا هاخد بتاعتك. طيب حلو قوي، احنا وصلنا لسؤال مهم جدا. هي هتاخد بتاعتك، والبنات كانوا هم صغيرين عندهم اوريدي لايف انشورنس صح؟ دلوقتي كانت واحدة هتحول. 9 سنين والتانية 15 سنة. طب حلو قوي، دلوقتي هيحولوا لشركة تانية، هيبتدوا من اول وجديد ولا ايه اللي هيحصل؟ لا اللي حصل ان احنا كان في شوية كاش فاليو اتبنوا في القديمة، اوكي، فحولناهم تدفع بيهم اول سنة عند ستيت فارم، فهي هتاخد سنة فري اوف بيمنت، وهتبتدي مع الشركة اقوى.
ايوه طالما الشركة أقوى وأنا بعرف الشركة التانية إن أنا هعمل cancellation، هعمل replacement. ريبليسمنت، فما بيبقاش أنا فرق ما كبير. بلغيش إلا لما البوليصة بتاعتي بتطلع والتانية بتتلغي. اوكي، بس برضو من حقها تعمل بوليستين في مكانين مختلفتين. ممكن برضو، بس هي قالت لي انا يعني لا، لو اكتفيت. ما فيهاش ديفيدنس يبقى ملهاش لازمة، صح؟ اما قالت لي الكاش فاليو كان فيري مينيمال كومبير اللي بتاعتنا الحقيقه، كان فيري سمول، وانشورنس كومباني قويه يعني اسم مش ضعيف يعني معروف. طيب، انت مرة كلمتيني على حاجة اسمها student life insurance او حاجة كده، بتقولي لي ما ينفعش الفلوس دي غير تروح غير للstudents، بس للstudent loans، ولو هم قرروا انهم مش هياخدوا المدرسة مش هيعرفوا ياخدوا الفلوس دي ده برضو غير الكوليدج للدراسة. فاند، ده الكوليدج فاند اللي هم بيحوشوا فيه للجامعة، ده حاجة تانية غير insurance، بس عشان ما اتلخبطش. ده 529 بلان، ده موضوع تاني. اسمه اوكي. 529 بلان، ده بيروح فور ذا education للجامعة. ده انتي بتعمليه برضو ولا حد تاني؟ بنعمله، يس بنعمل، طبعا بتعمل مع ستيت فارم. اها، ال 529 دي لو انا مثلا عندي 3 عيال واحد وعندي لايف ال 529 دي للكبير، مش هتروح يعني لو الكبير ده مش عايز يروح الجامعه هتروح لاخوه ممكن، لان الاونر البنفيشري بيبقى التشايلد، اغير بنفيشري في اي وقت. طيب استاذه مادلين، دلوقتي اتنين جولك، ماما وبابا جولك وقالوا لك دلوقتي احنا عايزين نعمل 529 لابننا، ولكن بنفكر نعمل لايف انشورنس، لو عايزين نعمل واحده بس انتي بتختاري لنا ايه وليه؟ شوفي الاثنين مهمين. بس اللايف انشورنس، هل يعني ال 529 ما ينفعش ميزة اللايف انشورنس ان انت يعني اللايف انشورنس مهمة، لان لا سمح الله اي حاجة تحصل في صحة التشايلد دون مش هيقدر يجيب لايف انشورنس. ايوه، انما ال 529 كمان كل ما بتديها حط فيها فلوس اكتر فهتنفعه في الجامعة اكتر. ايوه. طيب، مش عارفة اقول الاثنين مهمين، لا بس الاثنين انا دول شايفة لو مثلا ابني هقول انا معرفش هو هيحب يخش ابتدي مدرسة باللايف ايه، انشورنس انها ارخص واللايف انشورنس والاكثر. ممكن استفاد بيها باي شكل، لكن 529 معرفش ابني هيبقى عايز يروح المدرسة ولا عايز يروح يمثل مثلا، وبرضه صح؟ هيبقى في جراند، في لونز يدفعها ليتر. ابتدي باللايف، ابتدي باللايف. طيب، ابتدي باللايف. طيب ميرسي خالص، دي حاجات مهمة جدا ما وبعدين ده اتكلمناش فيها. decision الأب والأم لازم يعملوه كمان. It's up to the parents. مظبوط. طيب، في بس سؤال من جورج صبري بيقول هو كندا زي كاليفورنيا في التأمين ولا لا؟ طبعا ده سؤال اعتقد انه هيكون لا، من ناحية إيه؟ ما التأمين ده يعني avenues. تأمين على الحياة. ميرسي خالص، بيقول أنا تأمين عاملة الناس في كندا. فعلا. طيب، أنا only 3 ساعات من كندا. اها، طيب، وده بيتعمل وهو بقى ان هو يعني هو بيبقى في امريكا، يعني هو عايش في كندا بس اللايف بتاعته في امريكا، صح؟ doesn't matter. يعني ممكن. استاذ جورج صبري توفيق، اعتقد ان استاذه مادلين ممكن تساعدك، انا اول مره طبعا اعرف ان قانون يا كندا. أنا 3 ساعات من كندا. اوكي، يعني احنا بنتكلم على انت بتعملي صحيح كل امريكا وكمان كندا، خلينا يا نقول كده. لايف انشورنس ممكن نعمل في كندا، انا عندي ناس مأمنة عليهم في كندا. طيب، ده نو خبر بروبلم. كويس، احنا ما كناش نعرفه. بعد كده لما نيجي نقول لايف انشورنس هنقول امريكا وكندا. طيب، طب استاذه مادلين، دلوقتي الناس بقى اللي بتكبر وسمعت بقى لسه استاذه مادلين والناس بتوع الانشورنس الشاطرين دول بيتكلموا على لايف انشورنس، ايه بقى التشالنجز اللي هتقابلهم؟ التشالنجز طبعا انه يعني good health، the better the health the better the rate. دايما اما بتبقى small amount بيعرف بيقدروا. دلوقتي الميديكال ريكورد از اول اوفر، تحطي الاسم والسوشيال سيكيورتي على الكمبيوتر يطلع لك كل حاجه. طبعا هم بيمدوا في الابلكيشن انه بيدوا الحق للشركه ان هي تتطلع على الميديكال ريكوردز. ف
يعني لو مثلا blood pressure controlled it's okay, diabetes controlled it's okay. ساعات بيحتاجوا للدكتورز ريبورت. اما بتبقى الاماونت سمول بتبقى easier to issue the policy than a big policy. It depends on the amount and depends on the age. طيب طبعا في سؤال معانا من اميره سمير، السؤال ده الناس كلها بتساله، بتقول اللايف انشورنس ممكن يبتدي بكام؟ تقريبا بكام في السنه او بكام في الشهر؟ او بالنسبة للأطفال بيبقى في حدود ال 25,000، بتبقى في حدود 20 22 دولار في الشهر. بالنسبة لكل سن مختلف وكل بلان مختلف، في بلانز تقولي أنا عايزة أدفعها في 15 سنة فقط، في بلانز تقولي عايزة أدفعها في 10 سنين بس، في بلانز أنا هدفعها في 20 سنة فقط، في بلانز عايزة أحطها على مدى الحياة. اتس ديفرنت يا اميره، وكمان على السن، وعلى برضو لو في اي امراض بعد الشر. فياريت تكلمي استاذه مادلين وهي تقول لك اي كل حاجه. كلموني، انا مور ذان ويلينج تو جو ستيب باي ستيب واشرح كل حاجه بالتفصيل وميك ات فيري ايزي ان الواحد يفهمها. ميرسي مدام مادلين. طيب في كاتي بتقول انا عملت بوليصه من 30 سنه، هل ينفع دلوقتي اصرف منها ولا لازم تتصرف بعد الوفاه؟ طبعا البوليصه دي ليها لا، انواع. هي ديبينز اذا كانت هتصرفها، إذا عايزة فلوس منها دلوقتي لازم تقعد مع الايجن وتشوف ايه الديفيدنز اللي فيها، ايه الكاش فاليو اللي فيها. كل شركة مختلفة حسب الفاليوز اللي في البوليصة. طب لو في حد مش عارف مثلا يتكلم او يفهم الايجنت اللي هو بيتكلم لغة غير الـ يعني المذر تونج بتاعتنا، ممكن يكلمك يا استاذة مادلين؟ بس انا مش ما عنديش الريكورد بتاع البوليصة عشان لازم يكون اقدر عندك افيدها. الريكورد. اوكي. طب لو حد عايز انا بقاله عايز 30 اساعد اي حد بس ما عنديش الريكورد ان انا اقدر اقول اقدر اساعد او ما اساعدش. طيب قولي لي، لو في حد بقاله 30 سنة مثلا في شركة وعايز يجي مثلا معاكي، ارتاح لك مثلا وعايز يجي معاكي، لما بيجي يعمل الريبليسمنت دي هيدفع هقول لك طبعا؟ حاجة، احسن حاجة ريبليسمنت بعد 30 سنة هتبقى مش رخيصة تبقى غالية. زي ما انا قلت برضو، الا لو عايزة كمية اكتر on the top of what she has. يعني لو اللي عندها مثلا كمية قليلة وعايزة اكتر ممكن ندرس الموضوع ده، بس اوكي. ما لقيش بوليسة بعد 30 سنة لا خسارة. لا طبعا. طيب قولي لي بقى، ساعات بيبقى فيه ديسابيلتي بتحصل لناس وبيقول لك ان انت ممكن تستفيدي بالبوليصه دي، ازاي بقى واسمها ايه البوليصه دي؟ اوكي، ده ديسابيلتي انكم. هقول لك الديسابيلتي انكم بوليسي يا ميرا، بنشتريها اولا لما يبقى عندنا مورجج، اما يبقى عندنا لونز ولازم ندفعها. لو احنا عيينا مين هيدفع اللون ده؟ هيتحجز علينا. ايوه مش كده؟ يبقى احنا نشتري ديسابيليتي بوليسي عشان لو احنا حصل لنا اي سيكنس تدفع المورجج، البنك ما ياخدش المورجج. ده يبقى ما ياخدش يتطبق ده، بتدفعي له يعني زيادة شوية. كل حاجة، ما فيش فري لانش. كل بوليسة ليها تكاليفها. ف يعني اقول طبعا مهم جدا عشان البنك ما ياخدش البيت. أيوة. لو البنك هياخد البيت هتبقى ديزاستر للعيلة. ده حقيقي. فدايما اشتري مورجج ديسابيليتي. اوكي. وده لو حصل اي ديسابيليتي بتروحوا تقولوا يا جماعة ده في ديسابيليتي، فبتاخدي ايه بقى؟ بتاخدي الفايدة ولا بتاخدي كليم الديفيدنس؟ فورم. لو حصلت الديسابيليتي بياخد كليم فورم ويخلي الدكتور بتاعه يمديها، بنقدمها للشركة والشركه ايشو ذا تشيك. طبعا في ويتنج بيريود. يعني ايه ويتنج بيريود؟ يعني زي الديدكتبل في الكار انشورنس او البيت او الهوم اونر انشورنس. الويتنج بيريود اللي هي بقول ان احنا هننتظر مثلا 30 يوم 60 يوم 90 يوم 180 يوم، معناها ايه؟ معناها ان انا متكفل ادفع المورجش بتاع البيت في البيريود دي
عندي سيفنج اقدر ادفع. بعد كده بقى لو حصل ان انا خلاص ما عنديش، خلصت السيفنج بقى، يبقى الديسابيليتي هتدفع. اه فهمتك. طيب هو طبعا اللايف انشورنس بحر كبير قوي يا استاذه مادلين، يعني كل مره بقول احنا اه غطينا وكده، لكن كل مره حاجات جديده، فانا بشكرك على صبرك معانا. خلينا نتكلم بقى يا استاذه مادلين، في اي حاجه تانية ناقصه في اللايف انشورنس ممكن نتكلم عليها؟ انا عايزه اقول برضو بالنسبه للستات، يعني ساعات الرجاله تقول لك ده انا المهم، نو الست والراجل مهمين جدا 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 لللايف انشورنس. ليه؟ لان هنا الست ليها عامل كبير جدا في البيت حتى لو ما بتشتغلش. تخيلي اللي الست شايلاه في المسؤوليات في البيت، من كتير قوي. الطبيخ للغسيل للتنظيف للعيال مدارس، ودي المدارس جيب من المدارس مش عارفه. طب النهارده لو الام دي مش موجوده هتكلف كتير قوي for her job to be done at home، ومش هيبقى the same. مفيش حد can replace a mother، طبعا. مش موجود، مش موجود، محدش او يقدر حتى replace ما حدش يقدر يريبليس فازر كمان. ولا الفاذر. فعشان كده بقول طبعا الاثنين مهمين ان احنا نكتب لايف انشورنس على الاثنين، على الاب وعلى الام. وهل بيبقى ارخص زي العربيات كده لما تبقى اه جوينت؟ الستات ارخص، الستات ارخص في اللايف انشورنس عن الفيميل، اقل من الميل 30% كمان. فعلى الاقل ابص اجيب حاجة بتساعد. يعني انا مرة مثلا جات لي واحده مديره بنك قالت لي انا عايزه ان جوزي يشتري لايف انشورنس وكده، وبعدين بقول لها عشان لو اي حاجه المورج حصلت له المورجج يدفع. اوكي. بعد كده بصينا لقينا ايه، وهي مديره بنك وهو يعني هي كانت بتدخل اكتر منه. ايوه. anyway بقيت اقول لها ما نحطك انت كمان على بوليس. قالت لي لا I'm not worried about me، انا بس عايزه امن روحي لو اي حاجه حصلت له. بس المهم كانت وقتها كمان كانت رخيصه، يعني سمول اماونت $25 كنا هنزودها هي تغطي حوالي البيت، كان 100,000 على البيت لايف انشورنس عليها ليها هي، عشان هي على البوليسه بتاعته بس رايدر. ايوه. بس المهم قعدت تقول لي لا 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 لا، جيس وات، جيس جالها وات اوفيريان كانسر. حبيبتي هي اللي جالها الاوفيريان كانسر، ايوه اقل من سنتين ربنا اختارها. حبيبتي بالسما دلوقتي. الراجل جالي في المكتب هيتجنن، قال لي كانت وفرت لي $100,000 تخيلي، يساعد في دفع البيت المورجج اللي كان عليهم. قال لي ازاي هي تعمل كده؟ كان صعبان عليه يعني الراجل. بس ايوه قلت له انا حاولت معاها وهي ما رضيتش تاخدها. I can push her. بس طبعا مهم جدا ليه؟ لانه ساب له 3 بنات في ايده، اصغرهم كانت 7 سنين، 7 8 محدش عارف يا استاذه مادلين ايه اللي بيحصل، بس الناس ما بتبقاش متوقعه اي حاجه. طبعا طبعا. انا جات لي مكالمه من واحده صاحبتي في شيكاغو، بتقول لي ان اخت جوز بنتها بتقول لي ابعتي لي حاجه من القدس مش عارفه ايه، ده احنا عندنا جالها كانسر وفي ايدها 4 عيال اصغرهم سنه. يا لهوي 4 عيال في اصغرهم سنه. بس طبعا بعت لها حاجه على طول. بس بصيت بقى الام اللي ربنا يشفيها جالها ايه؟ لونج كانسر ايوه 32 سنه عايزه. تخيلي. ايوه بس عايزه اقول للساده المشاهدين اللي بيشوفونا، الكانسر ده ابونا بشوي كامل قال ان هو مرض الملكوت وان هو بيطلع السما على طول، فيعني اي حد اه عنده كانسر احنا لا نصلي ربنا يشفيه وان هو يعني في طبعا مكان احسن. طبعا طبعا. بس بالنسبة لأم ربنا لو اختارها طبعا صعبه جدا. مأساة للعيلة، مأساة للعيلة. مين هيشوف 4 عيال أصغرهم سنة
والطفل حبيبي بتقولي متعلق بأمه، كل شوية بتكلم أطمن عليهم وكده، فحاجة طبعا توجع القلب يعني. وطبعا لو في لايف انشورنس، انا ما رضيتش اقول كده، بس لو في لايف انشورنس لو حصل لها حاجة هتساعد. يا طبعا شيء يزعل، بس يعني احنا نشجع كل الامهات والابهات والاطفال كله يعمل لايف انشورنس. مش كتير، مش فلوس كتير قوي يا استاذه مادلين، صح؟ لا تقريبا لو قد ايه لو كده؟ تتجاب تيرم بوليسي لغاية ما العيال تكبر وتبقى يعني ممكن نقول $50 في الشهر نبتدي بيها تعمل حاجه يعني، مظبوط؟ اي ممكن ممكن، ما كل واحد وحسب يشتري حاجة يعني. انا دايما اقول ايه، ابتدي بحاجة واكبر. 50,000 كذا، تقدري على المبلغ ده؟ ما نقدرش، ننزل ل 40، ننزل ل 30، بس نجيب حاجة، نجيب حاجة، صحيح مظبوط. نجيب حاجة. طيب يعني ربنا ما يكتب لأي حد حاجة وحشة، وما نتشائمش ونقول لا احنا مش هنعمل لايف لا ما انشورنس. ننتشقمش، احنا لازم نبقى عمليين واقعيين، صحيح، محدش عارف اي ايه اللي حاجة بيحصل. ممكن تحصل لأي حد في لحظة. ايوه ده حقيقي. يعني هقول لك حاجة، أنا بصراحة في أول الشتاء الدنيا ابتدت تظلم بدري عندنا طبعا، كنت عند الكوفور بتاعتي، أنا فاكرة أنا لسه في الدرايفوي بتاعها وهي على شارع عمومي، مش هايوي بس شارع عمومي تو لينز. أنا برجع، أنا فاكرة أنا لسه في الدرايفوي بتاعها، بصيت لقيت نفسي أنا الأذر سكند لين من غير مدرة وعربية جاية بسرعة، ربنا ستر. يا أنا رب. قلت دي كود هاف بين فيتال ليا وللشخص التاني، طبعا لأن أنا ضلمة مش شايفاه، الشارع كحل، وأنا برجع وفاكرة نفسي لسه في الدرايفوي بتاعها، ففي خلال ثانية it could have been a disaster. ده حقيقي. قلت لها حاجة يا أستاذة مادلين؟ قلت لمين؟ للست للكوافيرة؟ تنور المكان. طبعا قلت لها مش جاية تاني بالليل. لا قوليها تنور المكان عشان الناس التانية. ما هي مش بإيدي. تنور المكان. طبعا ما كانش فيه لايت وما كانش فيه حاجة خالص، وكان فيري دارك، وانا قلت يا ربي طب ارجع بالشويشة، اتريني رحت الاذر لين وكان في عربية جاية. لا الحوادث يا أستاذة مادلين يعني باسم الصليب بتحصل كده في لحظة، يعني بتحصل في مفيش لحظة، بتحصل في حاجات لحظة. كتير you know. بالعكس انا ربنا هنا يحافظ عندنا في علينا. لانكاستر بنسلفانيا كنت حتى بكلم ابونا، بيقولوا في عيلة براكة الكنيسة قدام الكنيسة، الباركينج لوت قدام الكنيسة على الرصيف التاني او على اكروس من الكنيسة، والعيال بتعدي تجري على الكنيسة، وده رود يعني، عربيات في رايحة واحد وجاية. مات ومش عارفة الباقي اتكسروا واتنقلوا حبيبي المستشفى. قلت له يا ابونا ايه ده، طب ازاي ما هو الكنيسة مفيش باركينج، الباركينج ما هو بتاعها مفيش اكروس باركينج. وعيال، لازم يبقى في ستوب ساين كنتوا تطلبوها عشان توقف العربيات قبل ما يمشي، العربيات تمشي دغري والناس كروسنج. على فكرة احنا عندنا نفس مشكلة في أحد الكنائس هنا، مفيش باركينج كفاية للشعب ده كله أستاذة مادلين، لازم الأهالي ياخدوا بالهم على أولادهم وهما بيعدوا، يعني دي مشكلة موجودة في كل مكان. طيب أستاذة مادلين بقى، خلينا وصلنا لحوادث العربيات سريعا، خلينا نتكلم عن حوادث العربيات وإيه المفروض يحصل في وقت حادثة، وإزاي أكون مأمنة نفسي كويس أوي أوي عشان لو حصل اوكي، حاجة. حوادث العربيات في منها تشارجبل وفي منها نوت تشارجبل. chargeable بمعنى ايه؟ تشارجبل يعني تبقى غلطتي او هتتحسب تدي، ايوه اوكي. نوت تشارجبل يعني مش يعني اكت اوف جاد. اوكي اكت اوف جاد زي ايه؟ عندكم غزال يا ميرا؟ احنا ما عندنا غزال بهبل هنا. لا احنا عندنا بني ادمين زي الغزال، بس ما عندناش غزال. الغزال هنا كتير جدا ايوه في الشوارع، يعني انا ممكن اصحى الاقي 10 12 غزال في الجنينه عندي. سلام. طب صوري بقى وابعتي لنا الصور يا استاذه مادلين. ابعت لك، حاضر حاضر. بس فلو الغزال ده نط على العربية بيبهدل العربية، ايوه فدي مش غلطة الشخص، دي act of God. ايوه
لو مثلا العربية ولعت، يا ساتر. دي مش غلطة الشخص. لو زلطة جت على الويند شيلد اللي هو الإزاز اللي قداماني أو أي إزاز في العربية، بس خلينا نقول ان مش في كليمز ما ينفعش تعمليها يا استاذه مادلين لانها صغيره، يعني ازازه اتكسر مش لازم تروحي تعمليه كليم. لا ليه، لا مش هيزود التأمين. مش انتي قلتي لو تامين واتنين، لو كليم واتنين بيوقف بيكنسلوا لك ال لا كوليجن كليمز. ايه معلش؟ كوليجن يعني ايه كوليجن؟ خبطت في عربية. يعني غلطتك انتي مرتين مثلا. اكزاكتلي. فهمتك. خبطت في سور، خبطت في زلط، في راك. يس. يعني عندنا واحدة مثلا الشهر اللي فات سايقة عربيتها وخبطت في صخرة، اتزحلقت من السنو. حبيبتي. السنو يعني لولا ان هي خبطت في الصخرة كانت كانت وقعت في ليك، في بوند. يعني كانت وقعت في ايه فالصخرة البرده؟ وقفتها، وقفت العربية، يا بس هي collided with الصخرة، ودي وده تعتبر غلطة غلطتها. مين بقى؟ غلطتها غلطتها ومع لأن ان كان في حقيقي تلج. السنو. بس يقول لك ايه القانون هنا بقى؟ You must have control over your vehicle at all times. اوكي. فده غلطتها. اوكي. بس احنا بنشوف الحوادث كتير جدا دي. خبطت عربية تانية، خبطت أي أوبجكت تاني. ايوه، يعني كل الحوادث اللي بشوفها في التلفزيون دي اللي هو التلج وواحد ماشي وبعدين خبط 10 عربيات دي، بتحصل. دي بتبقى بتحصل. الانشورنس مش بتحصل طبعا، لان انت وانت على السنو مفيش كنترول على عربيه، عارفه بتتزحلق زي أيوة. الصابون. صابون حتى اسهل، ايوه، بس العربيه بتتزحلق. مظبوط. بنشوف الحاجات دي. طيب يا طب قولي لي بقى، يعني بس لكن اي حاجه تحصل تانية ممكن تروحي تبلغي وتاخدي فلوس عادي. انا قلت لك ايه، your insurance is as good as your agent. تكلمي الايجنت، شوفي الايجنت يادفايز بايه مظبوط. عشان كده وتعملي لازم كده. الايجنت يا جماعه ما نكلمش ال 800، يكون عندنا ايجنت لو بيتكلم اللغه بتاعتنا او بيتكلم اي لغه بس احنا مرتاحين نفسيا معاه. طبعا. اوكي طيب حلو. طيب وانا دايما ببقى عامله انشورنس في العربيه، بيبقى معايا ريجستريشن العربيه. الانشورنس كارد اب تو ديت، لازم ابص في الانشورنس كارد، ابص في الدرايفر لايسنس ان هي didn't expire وانا نسيت اجددها. مظبوط. كل دي بتعمل مشاكل وبتاخدوا تيكت عالية على طبعا حسب طبعا، الولاية طبعا. في حاجات بياخدوا منها الدرايفر لايسنس، يبقى انا مش هقدر اسوق. طب لو عندي شغل، لو عندي كنيسه، لو عندي شوبينج اعمله، اتحرك ازاي هنا من غير عربيه؟ impossible، very hard. ده حقيقي. طيب لما فعشان كده بقول أكيد كلنا نبص في درايفر لايسنس بتاعتنا، ودايما بنجددها حوالي ثلاث اراوند شهور عيد ميلادنا. صح، كل واحدة اكسباير في عيد الميلاد يعني اكزاكتلي. كذا سنة، يعني مش كل سنة. طيب لما بيحصل اكسيدنت انا مش عارفة انا غلطانة هو اللي غلطان وات ايفر، هو مين اللي غلطان، ايه الاجراءات اللي انا بعملها البوليس اول؟ بيجي وبيقول، البوليس بيجي واكوردنج تو وات هابن، ايوه يو بس نو. لو انا عايزة Next احمي door, نفسي. I don't cross a stop sign unless I clear all the way. ال four crossing أو ال two crossing whatever. ايوه make sure نبص right نبص left ونعمل complete stop. عايزة أقول لكم حاجة، البوليس دلوقتي بيوقف الناس لو ما بيعملوش complete stop. ده حقيقي لانك بتمتحنها في الامتحان. complete stop. مهم. كمان في حاجة عايزة أقولها، لو شخص 50 سنة فيما فوق، في أونلاين على الكمبيوتر أو ساعات في أماكن بتدي كلاسز، نسأل تريبل اي على درايفرز امبروفمنت. أنا ما اتكلمتش على الموضوع ده قبل كده، بس درايفرز امبروفمنت عبارة عن ريفريشنج كورس، كورس بيجدد تفكيري عن السواقة، ب 12 دولار اونلاين، بس بيديني تخفيض في الكار انشورنس لما اعمله. اروح اخد السيرتيفيكت اتبعها واقدمها للانشورنس كومباني بتاعتي وهما هيدوني تخفيض. بس الاوفر 50
over 50 yeah. اوكي او حلوة دي، عمرنا under ما اتكلمنا عليها. 25 اسمه درايفرز تريننج، ده قبل ما ابتدي اسوق بيعملوه للستودنتس ايوه عشان ده ديسكاونت. كمان ميك شور انه لو انا اقل من 25 سنه ان انا اعمل درايفر تريننج واعمل، والجريدز بتاعتي فيري امبورتنت ان هي تقلل لي الانشورنس. فلو انا 3 بوينت او اكتر هاخد جود ديسكاونت على الكار انشورنس بتاعي، لو انا اقل من ال 3 بوينت I will lose the discount. أيوة. وكل سنة لازم نقدم السيرتيفيكت دي الجريدز بتاعتنا. الجريدز مظبوط، وطبعا في شوية ناس مثلا زي اللويرز والمهندسين والناس دي بياخدوا برضو ريتس كويسة، والنيرسز. وعايزة أقول كمان إن أوفر 50، أي حد أوفر 50 ممكن ياخده أونلاين يا أستاذة مادلين. أونلاين أنا ويعملوا ديسكاونت يو نو وقدمته، طبعا بأي ديسكاونت بيساعد. يا أي ديسكاونت يعني مع اليرز بيساعد، ما نقولش ده مثلا ديسكاونت قليل، بس حلو إن أنت يبقى عندك الشهادة دي. بيساعد طبعا، ما فيش شك بيساعد. طيب هو جالنا سؤال من كاتي برضو، سؤالك شوية فيج أنا مش فاهماه. كاتي مدحت بتقول عملت حادثة 2018 وجالي جواب من الكورت بيقول المفروض أدفع تمن العربية، أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي. أنا مش عارفة هي ليه تدفع تمن العربية والإنشورنس ما يدفعش، فالسؤال شوية مش واضح، بس تقولي لها إيه يا أستاذة مادلين؟ لا السؤال مش واضح، ليه هي تدفع تمن العربية؟ أو أنا أقول لك يمكن اوكي اللون بتاعها اكتر من الفاليو بتاع العربيه. اوكي يعني طب. مثلا استلفت 15000، هي بتقول انا كان عندي ابريشيتد ل 12000، فعندك جاب 3000. هي بتقول حاجه، لو البنك او المكان اللي جابت منه اللون ما ادهاش جاب انشورنس. يعني ايه جاب انشورنس؟ يعني انا لو if my car is totaled والفاليو بتاع العربية اقل من اللون ايوه يدفع. طيب هي بتكمل الإجابة، ثانك يو يا كاتي، بتقول أنا كان عندي تاكس انشورنس بس الانشورنس مش عايز يدفع للشخص الآخر تمن عربيته، الانشورنس عندي 100 على 300. برضو أنا مش فاهمة. ده حلو قوي قوي، 100 على 300 حلو. طيب ده لايبيليتي 100 300، بروبرتي دامج اكيد برضو 100. فيعني لا يمكن العربيات كلها هتبقى اكتر من 100000. ماشي، بس لو القاضي حكم لها دلوقتي، تقريبا انت ما حضرتيش المحكمه يا كاتي، مش عارفه ممكن تعمل ابيل ولا لا، ممكن تعمل ايه حاجه زي كده يا استاذه مادلين؟ ما حضرتش المحكمة ليه؟ I'm not sure هي ليه بتقول المحكمة جابت لها جواب، يمكن ما حضرتش المحكمة. يعني أنا I assume يعني هي كاتبة 10000، ما أعرفش إيه ال 10000 دول برضو. هي بتديني كده كلام في الهوا، يا كاتي ما تكتبي لي جملة مفيدة أو كلمينا يا ماما على ال 919. خلينا ندخل على الخط مع بعض دلوقتي إذا في وقت. 919 يا كاتي، علشان عشان نختم بيكي الحلقة لو تقدري تكلمينا، لو ما قدرتيش رقم أستاذة مادلين موجود على الشاشة قبل الحلقة هنكتبه. و طيب هي كاتي ما اتكلمتش، هيتكلمك في المكتب يا أستاذة مادلين. أستاذة مادلين يعني المعلومات تحفة، والحلقة يعني مش عايزين نخلصها، بس عشان عندنا في الصيام كل سنة وانتم طيبين الأنبس رابيوم هيدخل كمان تقريبا 10 دقايق، والأنبس رابيوم من أكتر الناس اللي بحب وعظاته جدا جدا وبقدم له تحية، وبشكرك جدا أسامة مادلين. وكان في كلام كتير جدا عايزين نقوله، وبنتعلم منك كل مرة حاجات جديدة. يعني انت معانا من تقريبا ايه 7 سنين، ساعد واحب او 8 سنين. هاي حبيبتي، اي حد تكلموني انا مستعدية. طيب طيب انا بقول لك يا استاذه مادلين ان انت معانا من 7 أو 8 سنين، وكل مره بنستفيد حاجه جديده، والنهارده اتعلمنا حاجات جديده. ثانك يو سو ماتش بجد، ودايما متالقه ودايما جميله جدا وفرحانه. وسنه سعيده عليكم كلكم، وانا بحبكم كلكم، كل برامجكم جميله، بس زودوا التراتيل شويه، انا بحب زود التراتيل حبيبتي. طبعا دايما زود لك التراتيل. حاضر، معانا كاتي اتصلت اكشلي، فلينا نصيب نسمع صوت كاتي. اتفضلي يا كاتي. الو. ايوه كاتي.
استاذه مدلين. ايوه اهلا. طيب يا ريت نوطي التلفزيون، معلش نوطي التلفزيون ونتكلم التليفون بس، نسمع من التليفون. انا كنت بكلم حضرتك عن موضوع الحادثه. ايوه. فانا جالي، انا عملت حادثه وكانت غلطتي. وانا معايا تاكسي انشورنس. اللي هو كوميرشال انشورنس. اوكي. كوميرشال. بعد انا عملت حادثه في شهر السنه اللي فاتت في شهر 5. ودلوقتي جالي جواب ان انا مرفوع عليا من الشخص التاني ان انا ادفع ثمن عربيته. اوكي. طيب السؤال ايه؟ انا جاي السؤال دلوقتي، انا مش عارف المفروض الانشورنس بتاعي بروفايد مي فور لوير او وات. لا لا انا هقول لك دلوقتي، انت عندك انشورنس لازم هيدفع للشخص الثاني، فانت تلجا للانشورنس بتاعك تقول لهم انا جالي الجواب دون وهم المفروض الكريم اوفيس بتاعهم يدفع العربيه للشخص الثاني طبعا لانها غلطتك، وانت مشتري انشورنس عشان يغطي كده، يغطي الغير قبل ما يغطيه. 10,000 هم عرف عليا 25,000. طبعا ده كلام فارغ يعني، هيدفعوه with no problem، فانت مش هتدفع المبلغ دون، انت هتلجا للانشورنس كومباني بتاعتك وتقول لهم انا جالي الجواب دون وهم المفروض يبقوا مسؤولين ان هم يدفعوا المبلغ للعربيه الثانيه بالكامل. حتى لو هو 25,000؟ اما يكون مش انت عندك انشورنس؟ الانشورنس بتاعك كام؟ البروبرتي ده مش $10,000. هو رفع عليا $25,000. البروبرتي دامج التغطية اللي عندك 10,000؟ يس. هل هم دفع، والعربية بتاعت الشخص التاني كام الفاليو بتاعها؟ هو دلوقتي اللي جاي لي من الكورت ب 25,000. العربية التانية كانت سنة كام وماركتها ايه؟ هوندا سي ار في 2017. هوندا سي ار في، طبعا الفاليو بتاعها يبقى اكتر من 10,000. سنة كام؟ 2017. 2017 يعني نقول بتاعت بتاعت مش اقل من 20,000، يعني لو هي الفاليو 20,000 وانت عندك 10,000 فقط. ما عشان كده دايما اقول الواحد يشتري انشورنس اكتر علشان خاطر ما يدفعش حاجه من جيبه. طب دلوقتي لو هو معهوش يا استاذه مادن وما عندوش، انت عندك بيت يا فندم باسمك؟ لا ما عنديش اي حاجه. ما عندوش اي حاجه يا استاذه مادلين، بس طبعا برضو ما تقدرش تاجنور ات. هل ممكن يعمل بيمنت؟ هل قابلت حاجه زي كده قبل كده؟ اي دون نو بقى. لو في اي مشكلة يعمل ايه؟ الفكره بتقولي عنده 100 300، بس نو ده طلع مش 100 300 طبعا جود كفرج، انما هو عنده 10,000، هو عنده المينيمم مانداتوري باي لو غالبا اللي هو الاجباري، بس الاجباري مش هيغطي العربيه الثانيه. هو انت عارفه اللي ممكن يحصل ايه؟ ان هو يقول انا ما عنديش حاجه ثانيه، الانشورنس كومباني بتاعت الاذر فيكل هوندا سي ار في تدفع الديفرنس. يس. هو يوجوالي بيعملوا كده لما بيبقى وانا اخدت السمس دي للشركه بتاعتي وقالت لي دون وي وي جونا فايت ات توجذر، بتاعت لما نوصل 10,000 يبقى مش هيعملوها خلاص. طب نشوف الشركه اللي انت بتشتغل فيها يمكن الانشورنس بتاعها يكمل. نو مش هيكمل، بس دايما نحاول يبقى عندنا جود كفرج عشان خاطر ما ندفعش اوت اوف اور بوكيت. اوكي يا فندم، احنا يعني ربنا معاك وكله للخير، ويا ريت يعني دونت اجنور ات. يعني بشكرك جدا، ميرسي يا استاذه مادلين على تحليلك لهذا الموضوع، وميرسي على وقتك النهارده، وبنشكرك جدا ونتمنى نشوفك دايما في اسال مع اميره، وربنا يحافظ عليكي. ثانك يو. ميرسي. كل سنه وانتم طيبين كلكم. طيبه وفرحانه.
ويوفقكم دايما يا رب. ميرسي ويوفقك، واشكرك دايما ومن نجاح لنجاح. واشكركم اعزائنا المشاهدين، كنت معانا النهارده مع استاذه مادلين متى من بنسلفانيا، وهي متخصصه في الانشورنس في بنسلفانيا اوهايو، ولايف انشورنس زي ما هي قالت موجود في كل امريكا وكمان كندا، فياريت تكلموها على رقم التليفون اللي هيطلع على الشاشه دلوقتي واللي كان بيطلع طول الحلقه. بكره هيكون معانا استاذ كمال تدرس، وهو متخصص في بيع وشراء العقارات، لو اي حد نفسه يشتري بيت، اي حد بيفكر يبيع بيت، استبعونا بكره مع استاذ كمال تدرس، خبره كبيره ومع اسال مع ميرا سنين طويله جدا، واحنا بنشكره ان هو دايما معانا. وتابعوني دايما كل جمعه الساعه 6 بتوقيت كاليفورنيا و9 بتوقيت نيويورك، وكل سبت 4:30 بتوقيت كاليفورنيا و7:30 بتوقيت نيويورك. وربنا يحافظ عليكم، دايما صلوا للبرنامج واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم دايما طيبين وفرحانين، وصيام جميل على الكل وبركه كبيره لكل الناس. وبنشكر سيسات على كل البرامج الحلوه اللي بتقدمها، وبنشكركم انتوا يا حلوين كمان ان انتوا دايما بتتابعونا وتسبورت اس. ربنا يحافظ عليكم، وما تنسوش الاب بتاع سيسات، اب حلو قوي، انا لسه مكتشفاه النهارده طبعا، يعني المفروض ما اقولش كده، بس اب حلو جدا، يا دوب بس تتك عليه وتروح لايف ستريم، وبعدين نقوم مين موجود دلوقتي؟ ميرا، اسال مع ميرا. فحلو قوي ان هو يكون معانا في التليفون بتاعنا، ربنا يحافظ عليكم. وكمان احنا موجودين في الشرق الاوسط واوروبا، وبنفرحانين قوي ان احنا معاكم في كل مكان في الدنيا. يسوع يحافظ عليكم، واشوفكم بكره 4:30 توقيت كاليفورنيا مع استاذ كمال تدرس والعقارات. باي باي.